يلا انا قرفت منك، انت لسه بتكذب وبتقوح معايا بتقوح معايا. رد ياض، وانت العيال كلها شاهده عليك، وانا بنفسي اللي مطلعه علبه السجاير والولاعه. لسه يلا هتكذب وتحور، لسه هتكذب وتحور. خلاص 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 بالنبي خلاص. ايه ده يا رحاب؟ العقاب عمره ما كان بالزعيق. الاطفال احباب الله. يوسف؟ نعم. انت عارف انك انت غلطت غلطتين مش غلطه واحده؟ الغلطه الاولانيه انك سرقت علبه سجايري. والغلطه الثانيه انك شربت سجاره من غير ما تستاذني. من هنا ورايح لما تحب تاخد حاجه تبقى تستاذني. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله لازم بجري على عيالي يا باشا. والنبي يا باشا تساعدني بأي حاجة يا باشا، والله العظيم أنا بوسي عاكس وبجري على عيالي يا باشا. يا رب يساعدك يا باشا ويبارك لك يا رب. بتساعدني يا باشا بأي حاجة. هل في خطة يا فندم لرعاية الأطفال في الدار؟ أيوة طبعاً في خطة على أعلى مستوى، ولو الطفل حس إنه مش في بيته أنا بعتبر إن ده تقصير مننا. وإيه أكتر حاجة بتحاولوا تعملوها يا فندم عشان تفرحوا الأطفال؟ إننا ما نحسسهمش إنهم أيتام، وهي دي الحقيقة. إحنا هنا كلنا أهل ليهم، ودايماً زي ما أنت شايفة كده بنعمل لهم حفلات. راحة الطفل النفسية هدف لينا، ونفسنا نستمر على كده. طب وإيه اللي يمنع يا فندم الاستمرار في ده؟ مفيش أي حاجة ممكن تمنعنا من الرعاية والاهتمام بالطفل. الحمد لله أهل الخير بيتبرعوا للدار، ونفسنا بجد إنهم يستمروا في دعمهم ده، لأن دعمهم ده بيحافظ على الصحة النفسية للطفل. واضح يا فندم إن أنتوا بتتعبوا جدا. تعب الطفل راحة لينا يا فندم. طيب وإيه التصرف اللي الدار بتعمله لو طفل مثلا اتصاب أو اتعور وهو بيلعب؟ في حاجة يا فندم؟ أيوة فكرتيني بعمر. عمر ده طفل عندنا، مرة يا حبيبي وقع وهو بيلعب، قلبي اتكسر علشان رجله اتكسرت واتشرخت. شلته بنفسي وجريت للدكتور وسهرت بيه طول الليل ومعرفتش أنام لغاية ما حسيت إنه خف وبيجري قدام عينيا. كلنا اتوجعنا، متعرفيش اتوجعنا من قلبنا قد إيه. ربنا يكتر من امثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بام زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك من فضلك مش قادره اكمل. انا اسفه اني فكرت حضرتك. احب اقول لكل مشاهدينا انه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم انسانيه وطيبه الاستاذه ساميه. ربنا يكتر من امثالك يا فندم، ويا بخت كل طفل هنا بام زي حضرتك. بس كان عندي سؤال كمان. من فضلك مش قادره اكمل. انا اسفه اني فكرت حضرتك. احب اقول لكل مشاهدينا انه يا ريت كل المسؤولين يكون عندهم انسانيه وطيبه الاستاذه ساميه. انا كنت بسال عن بنت موجوده عندكم هنا في الملجا. ثانيه واحده يا رحاب. نعم. شوفي الاستاذ هلال يشرب ايه الاول. حضرتك تشرب ايه يا فندم؟ قهوه. مظبوط ان امكن. تأمرني. حاضر. اسمها ايه البنت اللي عايز حضرتك تسأل عليها؟ نورهان محجوب السيد محجوب. انا ما عنديش واحدة بالاسم ده. دي شهادة ميلادها وصورتها كمان. نورهان افتكرتها. انت بتسأل عليها ليه؟ هو في الحقيقة اصلي لما اختي توفت فلقيت الورق ده موجود في الدولاب بتاعها، فحبيت اعرف مين البنت دي. هي كانت مقيمة عندنا هنا وسابت الدار من فترة. طب ما تعرفيش ممكن الاقيها فين؟ من ساعة ما مشيت ما اعرفش عنها حاجة. طيب امال ومحجوب دول مش هما ابوها وامها الحقيقيين؟ لا طبعا، الاطفال لما بيدخلوا عندنا الدار
الموظف بيطلع لهم شهادات ميلاد من وزارة الصحة وبيسجلهم بأسماء جوزفية. طيب ما حدش كان بيجي يزورها؟ لا ما أقدرش أفتكر طبعا. طيب أنا آسف للإزعاج. طب والقهوة؟ بعدين بقى إن شاء الله. تفضل حضرتك الملف. شكرا. الواد هو يا استاذ رحيم. انت شايلاه كده ليه؟ ما ترزعيه في مكانه. بس اصل انا كنت عايزه اقول لك ان انا عايزه الواد الاولاني بدل ده. احسن الواد ده تقيل عامل زي الرزيه، انا كتفي خدل من كتر الشيل. طب مش وقته الكلام ده، بعدين حطيه على اي مرتبه دلوقتي. وانت يلا يلا قدام. نزل يجيب بس حاجة للأستاذ دراز، في حاجة أنا أقدر أجيبها لك؟ بتعملي لي بلوك على موبايلك؟ أنت عايز مني إيه يا زياد؟ ما تسيبني في حالي بقى. أنت عارفة إني أكيد مش هسيبك في حالك. ليه، هو بالعافية ولا إيه إن شاء الله؟ اه بالعافية، طالما الذوق مش نافع معاك. على فكرة أنا ما بخافش من حركات البلطجة بتاعتك دي، أنا ممكن أعملك محضر في الاسم بعدم تعرض. اعمليه، بس ساعتها بقى هتكرهي عيشتي. لا أنا فعلا كرهتها من ساعة ما عرفتك. وأنا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة ومستعدة أسامحك. بقول لك يا نهى، ما تيجي بقى نلخص ونرجع لبعض. ما أنت عارفاني ما بحبش أسيب حاجة كانت في إيدي. أنت ما بتفهمش، بقولك مش طايقاك تقولي نرجع. اوعي تكوني فاكره ان انا بحبك وعايز ارجعك عشان وقع في غرامك. تبقى غلطانه، انا عايز اجيب مراخيرك في الارض، مش زياد البندار اللي يتخلع. انت مش بني ادم، انا بكرهك بكرهك يا شيخ. فيا نهى، وده يطلع مين بقى ان شاء الله؟ انت اللي تطلع مين. ده انت بقيتي تعملي علاقات من ورايا. اخرس يا حيوان، كفايه بقى. اتفضل شوف انت كنت رايح فين. لا راجل، ماشي يا نهى. الواد اللي كان على ايدي قد دي فين؟ انت مين يا جدع انت؟ وعايز مني ايه؟ انا عايز افهم بالظبط انت كنت بتعمل ايه جوه الدار. اوعى ايدك، مالكش دعوه بيا. أنا مش عارف إزاي إنسانة رئيئة زيك كانت متجوزة البني آدم ده. معلش لو سمحت، أنا مش قادرة أتكلم في الموضوع ده.
المهدئ ده مش كويس. انا هكتب لك على مهدئ تاني احسن منه بكتير. وانت كنت جاي ليه؟ حسيت ان في حد هيرزل عليكي فجيت عشان انقذك. بصراحه كنت جاي اشوف بابا. الحمد لله انا ما لقيتوش. مش هتعرفيني بقى ايه حكايه الدواء ده؟ اهلا يا باشا، ازاي سعادتك؟ عاشمي الشافة. كويس انك انت فاكرني. طبعا فاكرك يا باشا، بس سعادتك برضه صاحب اللواء غندور. غندور غندور. كويس انه ما جاش معايا وسمعك، كان حبسك. بقولك ايه، امرني يا باشا. انا كنت بسال عن واحده ست اسمها امال محمد حلمي، تعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ ده الست امال دي تبقى ام الست مريم رياض الله يرحمها. امها. طب ودي يعني الست دي اعرف اراضيها منين يعني؟ فين؟ الله يرحمها هي كمان، دي ماتت من مده طويله. الله يرحمها. انا كنت اسمع انها كانت متكفله ببنت. ابدا يا باشا، الست امال ما كانش عندها غير بنت واحده، مريم هاني. شفت البنت دي قبل كده؟ وانا هفتكر ايه ولا ايه يا باشا؟ ده الهوانم كان بيجي لهم ناس غلبه بالطوابير، ياخدوا اللي في النصيب ويمشوا. وانت بقى بتبقى في اول الطابور. امال يا باشا، دول كانوا فاتحين بيوت ناس ياما. طب متشكر. متشكر ايه؟ متشكر حاجه؟ انا صاحب اللواء غندور. تحيه مصر يا باشا. تمام. تحيه مصر يا باشا. قول. تحيه مصر يا باشا. تمام. تحيه مصر يا باشا. لكن ما قدرتش اواجه المجتمع بابنه ما حدش يعرف مين ابوها، وهي كمان ما ظنش انها كانت هتتشرف ان ابوها قاتل بلا رحمه. المفروض دلوقتي بنت مريم يكون عندها 22 سنه. يعني عيد ميلادها النهارده ولا ايه؟ مش فاهم. صباح الفل يا عالمي، عم جابر قال لي انك عايزني. بقول لك يا زكي، اؤمر عالمي. انا معايا الصوره البنت من ايام ما كانت صغيره، تقدر تتخيل شكلها دلوقتي عامل ازاي؟ اكيد كبرت. لا شيخ، اكيد كبرت، حمر قوي. اطلع بره يلا. اديني الصوره يا هلال، انا هحاول اتخيل لك شكلها كده وارسم لك رسم تقريبي. طب هيتحلت اهي. على فكره معتز بتاع الاي تي عنده برامج فوتوشوب كتير، ممكن بسهوله يقدر يوصل لنا الاقرب شكل ليها دلوقتي. خلاص يبقى معتز هو اللي يرسم. طيب وريني الصورة كده، أنا هسأله أخليه يعملها، هو قرد هيعملها إن شاء الله. طب يلا بسرعة. أوامر عالمي. طب هستأذن أنا بقى. استنى، أنت ونهى هتروحوا دار ملائكة الرحمة على أنكم متجوزين وما بتخلفوش وعايزين تتبنوا طفل. طب ثانية واحدة معلش، أنا ليه ما أعملش جوزها؟ ده شكل واحد يتجوز واحدة بنت ناس يا كلب. امشي يلا امشي. ماشي ماشي خلاص، أنا شكلي وحش كده، هتكل أنا خلاص. اسمع، في واحدة متسولة بتقف في إشارة، هوريها لك أنا. أنا عايزك تراقب لي كل تحركاتها. اللي تشوفه عالمي. وبعدين يا عترة، هنفضل نلف في الشوارع كده كتير؟ اصبر يا حوضة، واهدى دلوقتي ترزق. شكلها هترزق يا حوده. اجهز يا حوده. خلي ننزل اللي في بطنها وتقولي للزفت أسامة يخف على البنات شوية. اتفضلوا. يلا، ما انا ما ورايش غيركم يا اختي. يلا. ايه رأيك بقى في الأمورة دي؟
أمورة ولا شبهك مش هتفرق. لا تفرق، دي نظيفة وبنت ناس، يعني هيطلب فيها مبلغ حلو. اسمك ايه يا حبيبتي؟ لا ما تخافيش مني، انا زي ماما. ها اسمك ايه؟ ياسمين. يا خلاص يا عالطعامة، يلا ياسمين علشان افرجك على الملاهي. لا انا عايزة اروح لماما. احنا هنلعب لحد ما تيجي ماما. برضه دولارات بقى مفيش مرة تدهم لي مصري. طول عمرك هتفضل فقري. يلا اتفضل امشي. يلا بينا يا حبيبتي. انا عايزة اروح لماما. ماما مستنية لتحت. تحت فين؟ حبيبتي ما تخافيش، تعالي تعالي معايا يا قمر. انتي نازل البروفا اهو. يا ابني ما انت لسه مكلمني النص ساعة وقلت لي نفس الكلام. انا قلت اطمنك واطمن عليكي بس. وحد قال لك ان انا قلبي متشحتف عليك؟ انت تلاقيك بس لسه سامع لك حلقتين لأسامة منير ولا حاجة ومقصرين عليك. ايه يا بت ده؟ هو انت فصيلة في كل حاجة كده؟ تصدق انك لما بتتضايق صوتك بيبقى احلى من النحنحة دي؟ هو انت مين اللي سماكي رضا؟ ايه؟ اسمي مش على هواك ولا هي بسكوتة؟ بس تصدق شكلك كان حلو امبارح وانت بتتخانق؟ انت بتتريقي بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اقفل يا عزة دلوقتي، اخويا بيتخانق تحت. هاخد مولة السرير وانزل لهم. يا رضا مولة؟ ايه البت دي؟ السادة الضباط، حضراتكم كل الاخبارات اللي عندنا بتاكد ان ابو مصعب وناشد قاعدين في البيت ده في ابو النمرس. البيت ده مكون من دورين. البيت ده زي ما حضراتكم شايفين على شماله هنا جرن. طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان ابو مصعب ده واحد من اكبر واهم موردين السلاح والمخدرات اللي بتخش البلد، فضلا عن انه واحد من اهم المطلوبين للعداله. قادم رامي اتفضل. استاذن يا فندم في بيت خطه الهوم. انا سمت سيادتك القوه لمجموعتين. اول مجموعه هيتم عمل بيها خماشه التفاف وتطويق حوالين البيت والبيوت المجاوره. اما المجموعه الثانيه سيادتك يا فندم هي مجموعه الاقتحام.
وهي أوامر يا فندم. عن إذنك. أنا وصلت يا أبو مصعب. وصلت. بلغ سلام للإخوة. أنا والدكتور عماد جوزي ربنا ما أردش إننا نخلف، ففكرنا إن إحنا نيجي هنا الدار ونتبنى طفل، فكنت عايز أعرف إيه هي إجراءات التبني. لا حضرتك، هو ما ينفعش التبني، أصل يعني التبني ممنوع قانونا، لكن لو ربنا قدرك ان شاء الله ممكن تتكفلي بطفل، طلعي له كده مرتب شهري وتيجي تشوفيه وتلعبي معاه. ايوه بس احنا كان نفسنا في طفل يعيش معنا في البيت ويملى علينا حياتنا. وانا مستعد ادفع المبلغ اللي تطلبيه. لا حضرتك، احنا بناخدش حاجه ولا نحطها في جيبنا، بس لو كان ولا بد يعني ممكن تتبرعي للدار، بس ده لو مبلغ كبير، ساعتها بقى ممكن نشوف لك طريقه. واحنا ما عندناش اي مانع، بس ريت يعني يكون الطفل عنده سنتين او ثلاثه. كله بامر الله يا باشا، بس المهم الهانم يعني تشوف الطفل الحلو كده اللي ترتاح له. ايوه طبعا طبعا. مش كده ولا ايه؟ انا كنت عايزه اعرف التواليت فين. الايه؟ الحمام. الحمام فين؟ بصي الطرقه دي كده خش شمال هتلاقي فشك على طول. تعالى اوديك. تعالى. لا لا خليكي زي ما انتي، خليكي انا هروح. في اطفال بقى تانيين غير هنا ولا هم الاطفال اللي هنا بس؟ يا باشا امال ايه، هو احنا ما كتر عندنا الا اليتامى. ما تيجي اوريهم لحضرتك. لا لا انا اتفرج هنا شويه، مكان لطيف. عملت ايه يا زكي؟ كله تمام عالمي. بص كده. كويس، فيها شبك كبير.
ده اقرب تصور لصوره البنت دي وهي عندها 22 سنه. طب كويس، اطبعهم لي وابعتهم لي على المكتب. هاي خدمه عالمي. الله عليك يا زكي يا زوب. انا كنت بدور على الحمام وافتكرت انه من هنا. هو مين حضرتك؟ انا ساميه مديره الدار. انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت ما سالتيني وقلت لك ادخلي شمال، ايه اللي دخلك يمين؟ معلش اتلخبطت. هي على طول كده، ما بتعرفش اليمين من الشمال. بس هما الاطفال دول مالهم؟ ليه شكلهم تعبان كده؟ اصل احنا بنعزل الاطفال العيانين عن زملائهم باقي الاطفال علشان ما يتعدوش. وليه هدومهم متقطعه ومش نظيفه؟ وليه منيمينهم على الارض؟ دي عندك حق فيها. رحاب فين المشرفه بتاعت هنا؟ هاتيها لي بسرعه. انا 100 مره قلت الاطفال ما يتسابوش لوحدهم كده، وفهميها اني هعاقبها على عملتها دي. حاضر يا فندم. ايوه افتكرتها يا باشا، دي كان بتيجي للست مريم كل فتره كده، بس كان شعرها مصفر شويه. مش فاكر اخر مره جت فيها كان امتى؟ قبل ما شقه الست مريم تتسرق. طب وشقه مريم سرقت من قد ايه؟ والله قبل ما تموت الست مريم بحاجه بسيطه كده يا باشا. يبقى اكيد نورهان لسه عايشه. وسعادتك بتقول حاجه يا باشا؟ لا انا كنت بسال بس الشقه اتسرقت ازاي يعني. والله يا باشا انا كنت بزور قرايبي في البلد، ولما رجعت قالوا لي ان الست مريم ما كانتش موجوده في الشقه من اصله، ولاد الحرام دخلوا قلبوا الشقه عليها وطيع، ومن ساعتها الست مريم خدت حاجتها وراحت قعدت في الغرب. في حاجه اتسرقت من الشقه؟ لا يا باشا، اصل انا عرفت انها قالت للضابط اللي بيحقق معاها ان مفيش حاجه اتسرقت، وكمان مش بتتهم حد بالسرقه. سعادتك تأمرني بحاجه تانية؟ لا متشكر، روح انت. اتفضل الصوري. الو يا صابرين. يا باشا يا اوفا، انا مبسوطه قوي ان احنا كاتبه كتابنا بكره. والله انا كنت شايف ان هو يبقى مع الفرح على طول يبقى احسن. انت بقى اللي شايف ولا امك هي اللي شايفه؟ وامي دخلها ايه دلوقتي؟ يا باشا لا، اصل انا حاسه ان هي رافضه وعايز تعمل الاثنين في واحد وتوفر. خلاص يا صابرين، خلاص يا صابرين، نتكلم بعدين، نتكلم بعدين عشان انا في شغل دلوقتي. نتكلم بعدين، اللي انت عايزاه انا هعمله لك، انا هعمل لك اللي انت عايزاه. لا ما انت لازم تبقى قاعد مبسوط، ولا كمان يوم كاتب الكتاب تبقى قاعد لي مكشر. لا 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 يا باشا، يا باشا ازاي ده انا مبسوط جدا، مبسوط جدا، ده حتى السواق اللي جنبي مبسوط، والناس هنا كلها مبسوطه يا باشا، كتر خيرك. ممكن يلا بقى دلوقتي ونتكلم بعدين عشان انا في شغل، في شغل. خايف احسن يكشفوني يا استاذ، بس الحمد لله ربنا ستر والموضوع عدى على خير. تخيل يا استاذ هلال، اطفال في سن 8 و9 سنين باين في جسمهم اثار تعذيب. الاطفال كده تحسهم مرهقين وتعبانين. يبقى انا شاك في محله، الناس دي بتستغل الاطفال في التسول. لو الموضوع بالشكل ده يبقى لازم المسؤولين عن المهزله دي يتعدموا في ميدان عام. هو انا هسيبهم؟ بص، دي صورة تقريبية لنورهان بنت مريم. هو طبعا شكلها اتغير شوية الآن دي. وانت طبعا عايز تعرف منها معلومات عن مريم. بالظبط. خلاص، أول ما أوصل لمعلومات هبلغك. حكومة! حكومة! We'll be right back.
ترجمة